هاي الشريحة الشبابية اللي بمعظمها ما شاركت في انتخابات قبل هيك، انه تتعرف وتتعرض لهاي المفاهيم المدنية حول الانتخابات وآليات المشاركة والقوانين الموجودة اذا بقيت القوانين على الاقل. والموضوع الثاني حقهم انه يبدو رأيهم بما هو موجود ومطالبتهم بانتخابات عامة جديدة، يعني هاي من القضايا الأساسية لأي مشاركة، انه يتاح له الفرصة بناء على القانون انه يدلي بدلوه في هالحياة العامة من خلال صندوق الاقتراع. احنا بنتعرض للتجربة خلال 3 أيام تدريبية، اليوم الأول بنحكي عن مفاهيم النظام السياسي والديمقراطية، واليوم الثاني عن موضوع الانتخابات بشكل أساسي بالتركيز على الوطني والمحلي والآليات ودور الشباب والإدارة الانتخابية، واليوم الثالث أكثر عملي على آليات تنظيم فعاليات أو مبادرات مدنية من الشباب نفسهم لمجتمعهم المحلي أو للمجتمع الفلسطيني بشكل كامل.